والله كنا صحيح قبل ماتش خام في روحك بابا اللي وقت اللي زفر الاربيتر اليوم والله العظيم مخه ممكن كيفاش حل الديفيزيون ده مخي كله غادي ان شاء الله تمام علينا كان شمر على ذراعاتنا ونختم على الواحنا ونطلع حامل لولا ست العاديه اوكي سينابيل الهدف الدقيقة الثانية طلع حمل في اليوم في الرسمة توت. قبل بكل شيء ما كنا على بلان جو حاطينه ولكن لما تقبل هدف في ثلاثة دقائق أربعة دقائق يقول لك برشا حاجات. النادي الإفريقي عرف كيفاش يربح جا للمقابلة مالغري سا معناتها فما فوليوم دو جو لأن مالغري معناتها ديما نقول الخايبة اللي صارت الأسبوع اللي فات لقينا الأولاد حاضرين مونتالمون شوية فما فوليوم دو جو كورو ما خلقناش فرص ما سجلناش ربح النادي الإفريقي مبروك للنادي الإفريقي وكاو. سينابيل الشونجمون علاش صاروا في الوقت هذاك؟ خاطر قلت لك كنا كي تبدا تعمل حظر مقابله انت تعرف النادي الافريقي جاي حظر المقابله على ضوء انه مش نسكروا معناتها وسط الميدان باش نحاولوا معناتها ننزلوا المقابله حتى 0-0 بالنسبه للشرق الاول من بعد الشوط الثاني باش يكون عمر زكريا وزكا فري اكثر على الدفاع على التعب نتاع الكلوب افريكان 0-0 الاسبوع اللي فات ولكن الحمد لله هذاك هو اللي قدر صار هاو ما عادش تنجم بلونجو حطيناه ما مشاش بعد لازم باش ندخلوا عمر وزكا شادينا دوزيام ميتون ما سجلناش هدف هكا هو ديما نقول سينيبيل لازم تكون كمان اونترينور في حمل الفهم زي ما كل وقت عنده وقته كما يقولوا شو علاش اذا كان تلم الناس كل والناس كل مسمع لنا الجمعيه ترجع علاش انا شو نكون اول واحد باش نكون على راسنا اللي حمل الفهم.